تنفيذاً لبرنامجها قامت جمعية أجيال المستقبل المنظمة للمنتدى الثقافي للكتاب في نسخته الخامسة أقدمت على خرجة لفائدة المشاركين في هذا المنتدى الثقافي العلمي من كتاب وشعراء وزجالين وباحثين إلى الخزانة الوسائطية التي أحدثها المجمع الشريف للفوسفات بمدينة خريبكة. احنا هنا في لاكول ديال الانفورماتيك جينيرال، ولكن كاين دي برونش، كاين دي دومين، كل واحد اش يتخصص. دابا حنا دايرين واحد الحاجه اللي كلشي كنتعلموا نفس الحاجه، والطريقه اللي كنتعلم هنا ما كاينش بروفيسور باش راسك كاين راسنا في الانترنت هنايا كيكون شي تكوين ذاتي. قريت ديروا شي تيست شاك فوندغودي هذاك في البيسين. دابا دي سيتيديون شي بيسين وور كونكور ديال ليكول تيكون فيها 20 ناس. نعم، شحال انت دابا فهاد لا فورماسيون؟ اكثر من شهر. شهر، وكيفاش تحس راسك؟ زعما تديفلوبمون ديال شو لافونيغ ديالك هنا؟ شو المستقبل ديال هذا بروغرامور ديفلوبر سي كوا؟ نشوف كلشي من قدام غيولي لا فورماسيون غادي يولي هاد العامل المانيوال مون كتنقص. نعم، اذا كاين استفاده. كاين استفاده وكاين افضل. من تابع هاد ليكول هادي؟ ديال 42 ديال باري و الاو سي بي. وي لوسيبي داخل في الشراكة مع شي 42 في باريس. في باريس. باريس يعني فرنسا. وهكذا نالت الخزانة الوسائطية المعلمة بهذه المواصفات العالمية رضا وإعجاب وفد جمعية أجيال المستقبل من النخبة المثقفة. يعني على وضع يدها على مجموعة من المواضيع في كل دورة وفي كل موسم من مواسمها لمنتدى الكتاب. هذه الزيارة للخزانة الوسائطية هي روتينية في موسمنا في مواسمنا الفائتة، حيث تخرج المدعوين والزوار من روتين الندوات وروتين الورشات. نعم، الورشات لتنفتح على أروقة هذه الخزانة التي نعتبرها معلمة المدينة، حيث هي أكبر خزانة بالمغرب. يعني توجد مجموعة من الأروقة، رواق، يعني الفنون. نعم، شكرا لك أستاذ. بالفعل نظمت الجمعية في إطار يعني منتدى الكتاب في دورتها الخامسة مجموعة من الورشات العلمية والفنية والأدبية، وبالإضافة إلى ذلك أيضا نظمت زيارات يعني لمؤسسات مهمة كالخزانة الوسائطية وأيضا مدرسة خيز 37. بالفعل وهذه المنشآت يعني العلمية والأكاديمية والفنية هي على مستوى عالي جدا. أنا في الحقيقة استغربت جدا من زيارتها، وهي مفخرة للإقليم ومفخرة لأبناء الإقليم. وأنا بهذه المناسبة أنوه الجمعية على الانفتاح وعلى تدشين جسور التواصل مع مؤسسات تابعة للمكتب الشريف للفوسفات، وأيضا مع جمعيات المجتمع المدني، وأيضا باقي يعني. أستاذة، بأي شكل من الأشكال يمكن اعتبارها معلمة؟ معلمة في من حيث الجودة ومن حيث التقنيات المستعملة، من حيث المعمار أيضا، لأن حتى المعمار فهو يعني مؤسس على طريقة يعني غربية وطريقة يعني عالمية ممتازة جدا. فهالتقنيات يعني التقنيات المستعملة، الأدوات المستعملة، المعمار، الهندسة يعني إلى غير ذلك، فهذه كلها يعني تشير إلى أهمية هذه المؤسسة على مستوى الإقليم، وليس فقط على مستوى الإقليم، أيضا حتى على مستوى الجهة، لأنها نادرة. أنا نمشي للرسالة النبوية، برافو. شنو اسم هذا الكتاب؟ قصة، ياك؟ داخلة في البروغرام ولا في الثقافة العامة؟ الثقافة. اسم ديالك؟ سارة. سارة؟ سارة شمن نيفو؟ تامة.
الثامن. نعم دابا تجي الخزانة كل يوم ولا دو فوا باغ سومان ولا البرنامج؟ ها؟ شاك سامدي. تستافدوا شوية مزيان؟ كي جاتكم الخزانة؟ مزيانة. وتجدر الإشارة أن هذه الخزانة الوسائطية يمكن اعتبارها بمثابة معلمة في عاصمة الفوسفات، ذلك لما تتوفر عليه من مرافق حديثة وذات مواصفات عالمية. متنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.